أخبار اليوم. علاقة تجلط الدم بالأطفال، فهل ده معناه أن الأطفال أكثر عرضة للتجلط؟ لا، هما مش أكثر عرضة للتجلط، هما في أسباب بتجيب تجلط للأطفال. فإحنا المؤتمر جايب كل التخصصات لأن كل تخصص له مشاكل مختلفة عن التانية. فطبعا مثلا بتوع النساء والولادة لهم مشاكل مختلفة عن الأطفال، في أسباب بتعمل جلطة في الأطفال، بس دي بتبقى أغلبا عندهم مرض في الدم. يعني في مرض في الدم بيساعد على ان الدم يتجلط بسهوله، وهي مجرد انهم يروحوا دكتور اطفال متخصص في امراض الدم يقدر يعرف يشخص على طول، ولازم يعرف السبب، لان معالجه الجلطه مش هي المظبوط، لازم اعالج السبب اللي ادى الى ان الجلطه تحدث.